الحجر. الهدف من إنشاء السوق الشعبي تنشيط الحركة التجارية في مدينة أخترين. تعاني الحركة التجارية من ضعف، نأمل أن تقوى هذه الحركة وتستمر. إذا نجح هذا المشروع سيتم توسيعه إلى أن يصبح 50 محل تجاري، ثم في مرحلة لاحقة ستكون هناك منطقة حرفية. طبعا نحن نراهن على نجاح هذا السوق لإنشاء المنطقة الحرفية. المشروع مساحته تقدر بحوالي 800 متر مربع، عبارة عن 16 محل تجاري بالإضافة إلى صيدلية مركزية، مقام على عقار تابع للمجلس المحلي. حاليا مشروع بده يعمل إكساء بحجر نحيت وأرضية أنترلوك، مخدم بالمياه وبالصرف الصحي وبالكهرباء. وهذا المشروع إن شاء الله بده يكون يعني حجر أساس بانطلاق وتحريك العمل التجاري والصناعي بالمنطقة إن شاء الله.